السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ ازيكم يا بنات؟ الاخبار يا رب تكونوا بخير. النهاردة بقى هنعمل مع بعض الملوخية بطريقة سهلة جدا وبسيطة، بس يا ريت لو اول مرة تشوفوا قناتي ما تنسوش تدعموني بلايك وسبسكرايب للقناة عشان يوصلك مني كل جديد، وما تنسوش يعني تصلوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم. ونشوف بقى مع بعض هنعملوها ازاي. اول حاجة بجيب عندي الملوخية بالشكل ده كده. بصي، بتبقى محتاجة ان هي تتنضف، يتشال منها كل الحاجات دي او تتكرم يعني بالمعنى الاصح او بلغه الاكل يعني. فانا هعملها بقى بالشكل اللي هوريه لكم، وبعد كده هنشوف هنعملها ازاي بحيث ان احنا نحول الملوخيه الخضراء لاحلى ملوخيه ناشفه. الملوخيه الناشفه لاحلى ملوخيه خضراء ممكن تاكليها. دلوقتي بقى كرمتها معايا، بقت بالشكل ده كده زي ما انتم شايفين. نبدا بقى نحط لها المكون الاضافه الجديده بتاعتنا. اهم حاجه للاضافه دي يا جماعه ان هي يعني ما بتزودلهاش اي حاجه، بتجيب لها كاس كده من الميه الساقعه وبتسيبيها طبعا شويه وبتقلبيها معاكي كويس جدا، بتطلع معاكي باذن الله جميله جدا، وهتشوفوها هتلاقوها تخنت كده معاكوا شويه وبقت بالقوام اللي هوريه لكم دلوقتي. طبعا بدات ازودها بالميه لحد ما بقت معايا بالشكل ده كده. ببدا ان انا اقلبها بقى، وبعد كده بسيبها بقى معايا شويه، وبعد كده هوريها لكم هتكون قوامها عامل ازاي. بس تقلبيها، بصي كل يعني كل ما تقلبيها كل ما بتلاقيها تخنت معاكي، شايفين عامله ازاي؟ وهتبدا بقى يعني اما اسيبها شويه كده في الميه الساقعه هتبدا لونها يفتح. لو تلاحظوا اللون بيبدا يفتح واحده واحده، هخلصها بقى واوريها لكم. شوربه خالص، فهبدا انزل بقى كده ايه بحته بصلايه على بسم الله على السمنه او الزبده بتاعتي بقى. ببدا انزل معايا كان عندي صدر فرخه، بدات ان انا اقطعه مكعبات بالشكل ده وانزل بيه. لو انت عندك شوربه ما فيش اي مشكله، لو مش حابه تعمليها بفراخ او لحم او ارانب او اي حاجه، احنا عندنا في اسكندريه معروفه ان الملوخيه معاها ارانب على طول. بس انا عندي صدر فرخه، يعني هو الفرخه بقى لها صدرين، هي ناحيه واحده بس منها هي دي اللي اخدتها وقطعتها بالشكل ده. وهديها بقى دلوقتي تشويحة معايا وابدا ان انا اسويها. بسم الله، عشان خاطر ايه تطلع معايا شوربتها طعمها حلو، وفي نفس الوقت تبقى ايه حاجه قيمتها الغذائيه اعلى يعني شويه. لو انت عندك شوربه عادي تبداي ان انت تنزلي بالشوربه، ما فيش اي مشكله، يعني مش محتاجه ان انت تعملي الخطوه دي. بعد كده بقى هغلي، هحط معايا شويه ميه واغليهم معاها لحد ما تستوي. ويا سلام بقى لو عندك شويه شطه صغيرين كده بيدوها طعم حلو جدا. حابه تحطي طماطمايه، بصل طماطمايه برده بيبقى جميل جدا. لو تلاحظوا انا ما حطيتش الملح معايا. هنزل بقى بشويه ميه كده واسيبها تغلي معاها لحد ما تستوي. بقى خلاص بدات تغلي معايا الشوربه بالشكل ده كده، شايفين طبعا طلعت معايا شوربه يعني محترمه جدا، شايفين طبعا طبقه الدسم اللي فيها عامله ازاي. هنزل بقى كده بشويه من الملح بسم الله، وهاخد بقى معايا الملوخيه بعد ما عملت لها بقى الاضافه، شايفين بقت عامله ازاي. هنزل بيها بقى كده بسم الله، وهبدا ان انا اقلبها معايا كويس جدا. لو تلاحظوا كل ما بتسيبيها شويه بتلاقيها بدات ان هي تتقل معاكي وتتخن كده في الوصفه نفسها اهو. انا شايفه كده القوام بتاعها كويس، لو انت حابه ان انت تقليها عن كده ما فيش اي مشكله اهي. شويه كده هتلاقيها عقدت معاكي وبقت جميله جدا، يا دوب بس بمجرد ما تاخد غلوه واحده هبدا بقى ان انا اهو شايفين اللون بقى عامل ازاي. بمجرد ما هتاخد معايا غلوه واحده هبدا ان انا اعملها الطشه بتاعتها. تعالوا بقى نشوف الطشه هنعملها ازاي هي كمان. بقى عندي كده الطاسه على النار، هبدا اخد شويه بقى من التوم كده، شايفين انا معايا قد ايه توم، هبدا انزل بيهم كده ايه فص فص بسم الله بالشكل ده كده. بكمل بقى الكميه كلها. اهم تركايه بقى في الحركه دي ان انت تعمليها بسمنه بلدي او زبده بتطلع معاكي بصراحه روعه، لكن لو عملتيها بقى باي حاجه تانية مش ممكن ما تطلعش معاكي قد كده. هتطلع حلوه برده بس يعني مش للدرجه زي ما تعمليها باقي الحاجات اللي بقولك عليها. طبعا لو انتوا حابين ان انتوا تضيفوا شطه تضيفيها بقى في الوقت ده، لكن لو مش هتضيفي شطه مفيش اي مشكله.
هجيب بقى شويه كزبره جافه بسم الله وانزل بيها كده عليها. وطبعا اهم حاجه واول حاجه عندنا اهي خلاص بقى اخدت اللون اللي احنا عايزينه بقى كده كل الكميه بسم الله. شايفين بقى هي الصوت ده ان انت كده ايه شغاله يعني في السليم. بقى اروح بقى مقلباها معاها واروح اخده بقى كده شويه منها بالشكل ده كده، تبيها فيها بس دقيقتين مش اكتر من كده. تروحي قلبيها وتاخدي بقى الريحه بتاعت الملوخيه اللي فعلا بتجيب لاخر الشارع. هروح بقى اعطيها تقليبه كده ايه كويسه، واول يدوب ما تبدا بس تاخد معايا قبل اول غلوه كده اروح طفي عليها على طول، تاخدي بقى احلى ملوخيه. وهنعمل كمان معاها دلوقتي الرز. دلوقتي بقى هعمل معاكم الرز كده. عندي السمنه سبتها لحد ما ساحت معايا شويه، هنزل عليها على طول بشويه كده من الشعريه. انت طبعا حطي الكميه اللي تناسبك بسم الله. طبعا السمنه سخنت جدا، بس كده بعد كده بقى باخدها واديها تقليبه كويسه لحد ما بتتحمر معايا الشعريه. بقى بعد الشعريه معايا ما اتحمرت هنزل على طول بالرز. الرز ده يا جماعه مغسول ومتصفي عشان الناس ما تقولش الرز مش مغسول. بديله تسليحه الاول كده مع الشعريه. طبعا اكيد كلنا بنعرف نعمل يعني رز، مش انا اللي هقول لكم بيتعمل ازاي، بس عشان لو في بنات مبتدئه تكون يعني ايه شايفه الحاجه قدامها بتتعمل ازاي. كمان هجيب بقى معايا شويه ميه، المفروض تجيبيها ميه مغليه تنزلي بيها على قد كميه الرز تنزلي بالميه، وبيختلف طبعا على حسب نوع الرز وعلى حسب حبايه الرز نفسه وعلى حسب الحاجات اللي انت بتستخدميها. طبعا انا بملى من الفلتر، حابه اقول لكم يعني بيزهقني جدا على بال ما بملى منه. هحط بقى دلوقتي رشه الملح وهسيبه بقى لحد ما يستوي معايا. اول ميه ما تبدا تتشرب هبدا ان انا اقلل الحراره بتاعته. احط رشه الملح بقى كده واغطي عليه من غير ما اقلب ولا اعمل اي حاجه، وبعد ما يستوي بقى باذن الله هوريكم الوصفه كامله. دلوقتي بقى خلاص خلصناها مع بعض، بقت بالشكل ده كده. بتمنى بقى في نهايه الفيديو ان هي تكون عجبتكم وان انتم تجربوا الوصفه نفسها. لو عجبكم بقى الفيديو ما تنسوش تدعموني بلايك وسبسكرايب للقناه عشان يوصلك مني كل جديد وتفعيل الجرس. طبعا حابه اوريكم كده شكل الرز بقى عامل ازاي والملوخيه كمان. بتمنى بقى ان هم باذن الله يعجبوكم وتجربوهم. لو عجبتكم الطريقه ما تنسونيش بقى بلايك وسبسكرايب للقناه وشير عشان يوصلكم من كل الاشعارات سواء على الفيسبوك او على اليوتيوب. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.